لو الحكاية فيها إن فيتو اسم العلم رياضة الحريق مدير عام الجواب العقارية سابقا على المعاش. أنا بخصي من 3 سنين، بخصي سبت واثنين واربع. بالنسبة لفريق التمريضي فريق الأطباء أحسن فريق على مستوى الجمهورية وبأمانة، وبالنسبة لفريق التمريض أحسن تمريض في أصدقاء ومستشفى المبارك، وبيأدي الخدمة على أكمل وجه. بس هي في مشكلة واحدة، هي مشكلة السراير، ودي ما لهمش دخل بيها طبعا بتوع التمريض. أما فريق التمريض هنا في منتهى الامتياز. الدكاترة هنا ممتازين والتمريض ممتاز كمان، وكلهم ولاد حلال بصراحة. أنا مش مقصرين مع حد، مقصرين أبدا، وربنا يكرمهم إن شاء الله. تمام. هل واجهتك أي من الأمور في الحياة؟ لا لا لا. I'm gonna go to the hospital.